هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس ياك تروح عشان عندنا شغل كتير. اه اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيلا ماكارتني، هفضل عايشه بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا انت ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى ثينكل. ايوه يا سو. انا اللي انت روحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزايه سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشانك. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ بعد عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برزيانه؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك، شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروك. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي، كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش هذا كام فلوس؟ عايزه 5000 دولار. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. ست صباح، انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي، بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضة بالظبط. قصدك البفته البيضة؟ ايوه بالظبط، هي البفته البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير، اهي برضك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس، بس ما شافتش تربيه. انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في الاسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله، انت كمان كان ليك وحشه. طيب ما تيجي اجي فين يا اخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض، والولاد يقعدوا مع بعضيهم، واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله؟ نيجي يا سعبت، وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. لسه قدامي شويه يا سو، انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي. مش مهم خلاص، طز فيهم بقى بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فاكره الجام اللي اديتيهولي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه؟ سمره؟ سماره. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو باي. سو بقولك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح.
ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. اشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشه، ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عجل واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيب ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة أمك. وحياة أمي. أسفة يا عمي، أصل يعني الخطة بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، إزاي يبقى عمك صاحب أكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدلة دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك وأشوفك في أعلى المراتب يا سي الأستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوة قوي الدعوة دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انا ساعة كده وهجيلكم. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيت يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذة النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بت تغديهم وتمشيهم دي؟ احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك بارد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي، وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل، لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي، وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي، لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اه ارفع عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو انت حامل. الحمد لله ان احنا بناكلكم يا بنت اكتر. قسما بالله على جنبك مجتمع السلطه ده. في سوء تفاهم مش اكتر، انا هفهمها. حبيبتي هي تقصد تسع شهور، ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك، اوعى من وشي. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بينا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. لا لا اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله، ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه. طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش، بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشة لوحدها وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافية لبن؟ حليب يا قشطة. على ميعادنا النهاردة؟ آه بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدين.
مين ده؟ ده انا لسه بقول لك يا محاسن الصدف، تقولي لي كده. المهم انت تبقي جاهزه امتى؟ يعني كمان ساعه كده. تحب اجي لك على فين؟ ما تجيلي شقه المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سعد الله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقه المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعالي لي بعد ساعه على المزلقان بر. عيني أمري. تعيش يا سي عبد الله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه؟ ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. خد جيب الهنا والشفا. ايوه اوامرتنا ست صباح. اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بقى. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورط وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهوك ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني يا الله.